يلا السلام عليكم. خلينا نبلش اليوم بالبريث فير سيرش. بالبداية هذا موضوع البريث فير سيرش أو بريث فير تري ترافيرسل. تعلمنا طرق الترافيرسل البري أوردر والبوست أوردر للتري، ولو ذكرناك بلمحة بسيطة قلنا البري أوردر لهاي التري. البري أوردر شو هو؟ الروت بعدين التشيلدرن. لهيك لو بدي أزور هاي واحد، هذا روت بزوره بعدين بروح على اليسار ريكيرسيفلي. طبعا ريكيرسيفلي هذا روت، هاي بعتبرها سب تري، باجي بشتغل عليها. الروت زرته اثنين بعدين بروح على اليسار، ثلاثة هذا كمان سب تري، هذا روت بزوره بعدين بروح على تشيلدرن. طبعا تشيلدرن ما له تفرعات لهيك بزورهن، ثري أربعة خمسة بكون وصلت هذا البرانش كامل زرته. بعدين الستة خلصت من الطرف اليمين للاثنين بروح على الطرف اليسار اللي هو الستة، خلصت من الطرف اليسار كامل للواحد. هسا عم نروح على اليمين، اليمين هاد كمان سب تري، سب تري الروت بري قلنا الروت سبعة بعدين ثمانية تسعة. قلنا كيف الان اوردر؟ الان اوردر اذا كانت باينري الان اوردر بس للباينري قلنا، لانه بدي اقول ليفت بدي احدد الروت وين بالنص، ليفت روت رايت، ليفت روت رايت، ليفت روت رايت. هذا روت لا، بدي اروح على الليفت. الليفت كمان هاي سب تري، هذا روت بالنسبة إلها، بدي أروح على اليسار، هذا كمان سب تري. الثلاثة بعتبرها سب تري، بعتبره هذا روت، لا بدي أروح على اليسار. يسار أربعة، هذا اليسار، خلصت من اليسار بعدين الروت. أربعة ثلاثة بعدين الرايت، خمسة أربعة ثلاثة خمسة. خلصت من الطرف اليسار للاثنين بقول اثنين، لاحظ شو صار؟ أربعة ثلاثة خمسة. خلصت من اليسار كامل بروح على الروت اثنين، خلصت من الروت بروح على اليمين ستة، هذا الان اوردر ليفت روت رايت. خلصت من الطرف اليسار كامل للواحد وصلت للروت واحد، شفتوا كيف؟ الواحد بدي اروح على اليمين، اليمين كمان هذا سب تري، سب تري الى قلنا يسار روت رايت، يسار ثمانية سبعة تسعة. شايفين كيف طلعت الاوتبوت والان اوردر؟ البوست اوردر شو قلنا؟ children بعدين الروت، children بعدين الروت. بدي اروح الواحد هذا روت راح يكون اخر اشي، بدي اروح على children اله، بس children كمان recursively رحت على اليسار بدي عامله كانه sub tree، هذا sub tree اله children بروح على اليسار، هذا sub tree اله children. كيف راح يكون؟ أربعة خمسة ثلاثة. خلصت من التشايلد اليسار بالنسبة للاثنين بروح على اليمين ستة بعدين الروت اثنين، لاحظ أربعة خمسة ثلاثة ستة اثنين. خلصت من الطرف اليسار أروح على الواحد، لا الروت آخر إشي في البوست، بروح على الطرف اليمين، طرف اليمين كمان سب تري إلو تشيلدرن، ثمانية تسعة سبعة واحد. شفنا كيف الأوتبوت كانت، وهذا أخذناه وأخذناه على كمان على الاكسبريشنز التري. طبعا هذا هاي الالجوريثمز، الالجوريثم طبعا هيك لها ازاحات لازم نعمل، والهاي سطر واحد الالجوريثم. نيجي على بريث فيرست سيرش، نشوف الالجوريثم. اول اشي الالجوريثم للبريث فيرست، البريث فيرست ترافيرسال اللي هي طريقة من طرق زيارة النودز. عرفنا البري اوردر والبوست اوردر والان اوردر. البريث بمشي ديبث ديبث، كيف بمشي؟ يعني لو بديش اتبع الكود بقول لك شوف لي كيف راح تنزارن النودات بالبريث فيرست سيرش، هو بيمشي ديبث ديبث. لو قلت لك مباشرة بس اعطيني ترتيب زيارة النودات امشي ديبث ديبث بدون ما تتبع، طلع معك صح. A B G C D F N H I J K P L O. شفتوا كيف؟ depth depth. البريث شو فكرته؟ البريث فكرته انه امشي depth depth، بمشي على depth zero بس اخلص كل النودات اللي فيه. طبعا depth zero عادة بكونش فيه غير الروت، بنزل على depth واحد من اليسار لليمين، بعدين بنزل على depth two من اليسار لليمين، بعدين بنزل على depth three. طب كيف بنفذوا هاي الفكرة؟ كيف بقدر ازور النودات بهاي الفكره؟ ديبث ديبث، بريث فيرست سيرش، ليفل ليفل، يعني ليفل ليفل.
بنزوره ليفل 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 0 كل النوت اللي بليفل 0 اللي هي الروت بعدين كل النوت اللي بليفل 1 بعدين كل النوت اللي بليفل 2 طب نشوف الخوارزمية اللي بتمكنني انه يطلع زيارة النودات بهذا الترتيب بحكي لنا بعطي الفانكشن لتري اللي بدي ازور نوداتها اللي هي تي اللي هي تري او المؤشر او الريفرنس على الروت احنا عادة ممكن اعطيه بداية التري بداية التري اللي هي بتكون ريفرنس على الروت اوف ذا كي اول شغلة بدي استخدم الداتا ستراكشر كيو الداتا ستراكشر اللي بدي استخدمه عشان يساعدني اطبق هاي الفكرة اللي هو الكيو شو هو الداتا ستراكشر لو سألتك شو الداتا ستراكشر في طريقتين غير في بريدث وفي ديبث فيرست سيرش الديبث بيظل ماشي للعمق يعني لو قلت لك ديبث A B D I بعدين جي هيك بمشي عمق عمق هذا الديبث ديبث ما مش ناش ناخذه الديبث بيستخدمه ستاك عشان ينفذوا الفكرة البريدث اللي احنا رح ناخذه بيستخدم الكيو لو قلت لك شو الداتا ستراكشر اللي بنستخدمه عشان ننفذ فكرة البريدث فيرست تري ترافيرسال هي الكيو شو هي الكيو طيب استخدمنا الكيو اول اشي الكيو بنعمل لها initialize الكيو to contain الروت شو بحط بالكيو اول اشي اول خطوة بحط بالكيو بستدعي الفانكشن روت واذا بتتذكر الفانكشن روت صح احنا ما دخلناش قلت لك انا شرحت بالبداية بس اخر كلاس قلت لكم مناش ندخل بالimplementation بس كفكرة كل فانكشن لازم تكون عارف شو هو الروت فانكشن بعطيني البوزيشن للروت يعني انا بحط الروت بالكيو الروت للتري هاي بحطها بالكيو هاي بالبداية بعدين شو باجي بعمل يعني انا هون عامل جدول الكيو باجي وين الفيجر اللي عندي كنترول سي شايفين مين اللي بالكيو اي اللي هو الروت شفت وين حطيته؟ ببلش احط بالكيو مين؟ الهيدر الكيو بحط فيها الروت بعد ما احط فيها الروت شو راح اعمل؟ شو قال لي؟ حطيت اول شيء الكيو عشان ابلش منه الروت بالكيو عشان نبلش منه احكي لي why الكيو not empty طبعا اكيد هون مش مبين الازاحات بس هي في ازاحات لازم هاي الجمل اللي جوا الوايل تكون داخل why the queue not empty مدامها مش فاضية the queue هل the queue فاضية the queue مش فاضية أول إشي بلشت أحط فيها الروت بعدين مدامها مش فاضية شو بحكينا شو أعمل شو أعمل مدامها مش فاضية شو أعمل بحكينا خذ queue.dq شو يعني dq يعني احذف القيمة من رأس the queue اللي على راس الطابور اللي بأول الكيو وخزنها بالبوزيشن بي خزنها بالمتغير بي بعد ما نخزن اللي بالراس الكيو بالمتغير بي شو اعمل perform the visit action for position P طبعا هذول كلهن جوا للواي اعمل انك زرت بي اشر انك انت زرت بي بطريقة معينة طبعا هاي خوارزمية ممكن احط فلاج ممكن احط ترو فولس ممكن اعملهن ضمن جدول البوزيشنز الموجوده بلشنا طبعا هاي البرمجيه حدثوها صار بامكاننا نضل ساعتين متواصلات وبامكان اعرض مباشره مين عمل انه يعرض لي مين عمل خربشه هاي امسحها يا محترم اللي عمل الخربشه يمسحها بسرعه بدي افتح له مجال يمسحها يلا بسرعة امسحها فتحت لك مجال تمسحها بسرعة امسحها صار بإمكاني أعرف مين بيخربش ومين هو أصلا بالبداية كان موجود الخيارات بس طوروا عليها صار بإمكاننا كمان الجلسة تستمر مش 40 دقيقة تظلها طيب قلنا بي طلع الإبراس الطابور وخزنه بي اعمل وأشر إنه هذا بي عملنا له فيزيت زرناه بعدين for each child C لكل أبناء ال children of B لكل child اسمه C من ضمن ال children of B وإذا بتتذكروا ال children of B اللي هو إيش بعطيني كل أبناء B رح أخذ واحد واحد وأعمل لهم إيش ان كيو على السي شو بعمل لهن ان كيو
بعمل لسي إن كيو على الطابور at B's children to the end of the queue for later visits. رح أضيف أبناء B على الكيو عشان أقدر أزورهم لاحقا. خلينا نطبق هاي. عرفنا شو الخوارزمية؟ طبناها. أول شيء بتعمل initialize الكيو، أحط فيها الروت. بعدين أحكي مدام الكيو مش فاضي while الكيو not empty، شو بدي أعمل؟ بدي أخذ اللي براس الطابور، استدعي الدي كيو اللي برجع لي أول بداية الطابور وأخزنها ب بي، وأشر إنه بي تم زيارته. بعدين أحكي أجي أخذ كل أبناء بي وأضيفهم على الكيو، أعمل لهم إن كيو داخل الكيو، ونستمر الدوران لحد ما تفضى الكيو. أروح على الجدول أوريكم إياها. هاي أخذت الكيو الروت حطيته بالكيو. بعدين يلي ما دامها مش فاضية دخل على اللوب، خذ البوزيشن اللي براس الطابور. مين اللي براس الطابور؟ إيه. إذا إيه راح أأشر إنه visited. هاي أنا كاتب visited فوق. بالبداية حطيت ستيب واحد، حطيت إيه بالكيو. الستيب اثنين شو قال لي؟ قال لي خذ اللي براس الطابور، ما فيش غير الروت براس الطابور، أشر إنه visited. طب شو أعمل؟ فضيت الكيو. لا، قال لي خذ الchildren بعد ما تأشر إنه بي visited، خذ كل الchildren الموجودات لأيه، عمل لهم إن كيو على الطابور. مين الchildren؟ بي وجي وسي، هذول أبناء إيه. هيني أشر دخلتن على الكيو. ومين الفيزيتد لحد الآن؟ إيه. بعدين شو الخطوة؟ رح يرجع اللوب. طبعاً هذا لوب، هذا دوران. دوران عمل هاي الخطوة، رح يرجع. هل الكيو مش فاضية؟ بدي يستمر يأخذ لبي، يأخذ قيمة الدي كيو. الدي كيو شو رح تكون؟ أول عنصر داخل الكيو اللي هو بي. بي رح يخزنه بي. بي أشر إنه فيزيتد. شو صار فيزيتد؟ شو صار الفيزيتد؟ ايه فاصلة بي. شو ضل بالكيو؟ شو ضل بالكيو؟ جي فاصلة سي. طب هذا اللي فيزيتد بي قال لي كل أبنائه بي، أبنائه روح حطن بالطابور. وين بالطابور؟ وين بالطابور بدي أحطهن؟ جي وسي وبي فيزيتد، بعدين بدي أحط أبناء بي بالطابور. شو رح يصير بالطابور؟ لاحظ احنا بالكيو وين بضيف؟ بضيف على اخر الكيو اللي هن دي وأف. لحد الان زرت A و B. بعدين الخطوة اللي وراها خذ اللي ببداية، طبعا خلينا هون هاي الخطوة نشملها، هاي D و F. الخطوة اللي وراها عشان نختصر خطوات، بدي اخذ اللي ببداية الطابور اللي هو G. شو ضل بالطابور؟ C D F. طب جي اللي اخذته اللي عمل له دي كيو ضيفه على الفيزيتد، الفيزيتد صار ان اي بي جي. بعدين ارجع، هل كيو فاضيه؟ لا. طب جي زرته، لازم ابنائه شو اعمل فيهن؟ شو اعمل فيهن؟ اضيفهن على اخر الطابور اللي بزوره، بضيف ابنائه على اخر الطابور اللي هو انا. بعد ما جي زرته وضفت ابنائه بقول هل كيو فاضيه؟ لا. بما انها مش فاضيه شو اعمل؟ اخذ اللي بداية الدي كيو. الدي كيو منين بحذف؟ اللي بآخر الطاب، اللي بأول الطابور، بضيف على النهاية وبحذف من البداية. البداية اللي هي سي راح تصير visited، اللي هي قيمة بي. بي جي سي لحد الآن، والطابور ظل فيه دي فاصلة اف فاصلة ان. طب السي اللي زرتها شو لازم أعمل فيها؟ لازم أضيف ابنها. كم ابن لها؟ واحد. لازم أضيفه على نهاية الطابور، أعمل له NQ. طيب هسا دور لمين؟ هل الطابور فاضي؟ لا. دور لمين؟ الدور لدي، يعني صار الفيزيتد A B G C D. D طلعت من الطابور، شو ضل بالطابور؟ F N H N H. وشو بدنا نعمل بالدي اللي زرناها؟ أبنائها بدي أحطه على آخر الطابور بالترتيب حسب I J من اليسار لليمين ندخلهم. الإضافة على آخر الطابور والدي كيو من أول الطابور. هسا دور لمين؟
لا اف راح يصير is visited. A B G C D F. F طلعت عملت لها DQ و visited وزرتها. ظل الطابور فيه N H I J. شو ظل اللي زرتها اللي هي F؟ لازم أضيف أبنائها على آخر الطابور. K فاصلة P فاصلة L. الدور لمين هسا؟ هل هي فاضية؟ لا، لا. يأخذ اللي بأول الطابور يعمل DQ يخزنها ب بي. بعدين B visited اللي هي N. هاي صارت ال visited. B G C D F N. N طلعت وصارت visited، طلعت من الطابور. طلب الطابور H I J K P L. طيب تمام. بعد هيك مين اللي زرناها؟ أن اللي زرتها أن لازم أحط أبنائها على آخر الطابور. إلها أبناء؟ لا، لا. إذن بكمل هسا الدور لمين؟ أضيف لا H اللي بأول الطابور هي اللي راح تتاخذ. راح يصير الـ visited A B G T C F N H اللي طلعت. ومين ظل بأول الطابور؟ I K بعدين J K P L L O هسا مين اللي زرناها؟ اللي هي H. لازم أضيف ابنها على آخر الطابور اللي هو بس الـ O. ابناء الـ O. هسا الدور لمين صار؟ لـ I A B G C D F N H I H I. إلها أبناء أضيفن؟ لا. إذا شو ظل بالطابور؟ لا. J K P L B L L O. الدور لمين هسا؟ ل J. رح تطلع من الطابور. ظل بالطابور K P L O. وإذا إلها أبناء بضيفن، بس هسا أنا بدي أعمل مارك إنها هاي visited. صرنا زاهرين A B G T D F N H I J I فاصلة J زرتها. طب J إلها أبناء أضيفن ورا الطابور بآخر الطابور؟ ملهاش، عادي خلاص بكمل. هسا الدور لمين بأول الطابور؟ اللي هي K. K بدها تطلع بضل بالطابور P L O، والK تنضاف على آخر طابور. الطابور A على آخر ال visited G T D F N H I J K. طب K إلها أبناء أضيفن؟ لا، لا. إذن خلص بتضل B L O. الدور لمين هسا؟ ال P ال P ال O ضل وال visit وال B راح أضيف أنها visited على آخر الطابور. طب B إلها أبناء؟ لا. لا. الدور لمين؟ ل L. ضل O بال Q. yes. بعدين راح أضيف B O. U L. طيب اللي هي ال O نضفناها E. لا ال L. اللي هي L. مين ظل بالطابور؟ ال O. O. طب ال O راح تطلع، راح تصير الطابور فاضي، وراح يصير بالطابور في ال O. O. ال Q صارت فاضية. لو رجعنا لشرط الدوران، ما دام الكيو مش فاضية، مجرد ما فضيت بكون أنا خلصت كل الشغل. لاحظ كيف ترتيب الزيارة صار؟ قلت لك قبل ما نبلش A B G T D F N H I J K B L O. طلع صح؟ هيا yes. عارف ايش يصير؟ A B G C D F N H
لاحظت شو الفكرة اللي طبقناها عشان نقدر نزور النودز بالبريث فير سيرش. البريث فير سيرش قلنا لو سألتك بدون ما أعطيك قول لي فصل لي كيف اشتغلت كيف ما طلعت، قول لي ترتيب زيارة النودات. ممكن أسألك الترتيب البري أوردر، الإن أوردر، البوست أوردر، البريث فير سيرش. البريث مباشرة بتيجي بتزور هند ليفل ليفل A B G C D F N H I J K B L O مباشرة. بس لو أعطيتك جدول وقلت لك بمرحلة معينة مثلا كان بالكيو كذا، شو راح يكون الفيزيتد؟ كان بالطابور بلحظة معينة الكيو كان فيها كذا، شو الفيزيتد مثلا؟ أو قلت لك وريني ترتيبهن. ممكن نسأل زي هيك كمان، انتبهوا هيك انت يعني ممكن مثلا بخطوة كان بالطابور N H I J K P L شو راح يكون visited؟ N H I J K B L راح تعرف انه كل اللي قبل ال N is visited لحالك بدون انتبه. ها A B G C D F صح ولا لا؟ باللحظة اللي في بالكيو N H I J هذول اللي ظلن، ما احنا حزايرين ليفل ليفل. شوفوا هاي عشان كمان ما تعقدش حالك. لو قلت لك باللحظة كان بالكيو N H I J K P L شو الفيزيتد اللي قبلهم؟ A B G C D F. لو قلت لك بلحظة معينة في بالطابور C هاي C D F N شو اللي قبل ال C؟ A B G. لأنه إحنا قاعدين منزور في ليفل ليفل. قلت لك ال Q فيها A بكون بعدني ما ما زرتش حدا، يعني بعدني ما دخلتش على الطابور. لو قلت الطابور في B G C مين فيزيتد؟ A. لو قلت لك الطابور فيه جينا أخذنا هون مثلا J K P L O J K P L O مين الفيزيتد؟ قبل ال G. كل اللي قبل أول واحدة بالطابور انت كل اللي قبل ليفل ليفل طبعا تمشي فيه ليفل ليفل لأنه البريت أصلا بزور النوت ليفل ليفل. كمان هاي فكرة انت بقولها وبكون سهل عليك بدون ما تتبع تعرف شو الفيزيتد بلحظة معينة. شفنا كيف؟ أرجع على السلايد. هذا الموضوع منا ناخذه على السلايدات مواضيع اليوم اللي هي الباينري سيرش تري والبريث فير سيرش. لاحظ هو متبع لي بالسلايدات متبع لي نفس الخطوات بس أنا اتبعت لكم إياها ضمن جدول. بالبداية visited nodes so far empty وبيكون الكيو فيها ايش؟ initialize the queue with root صح اللي هو A. الكيو أول خطوة الكيو بتكون فيها A اللي هي الروت وبتكون النودز اللي زرناها لحد الآن empty يعني ما زرتش ولا نود لأنه الروت بعده بالكيو. بالخطوة الثانية الروت بطلعه بعمل له DQ ما فيش غير إيه هيو A بعمل مارك إنه visited بصير ال visited A وأبناء A اللي هن B G C بعمل لهن إيش إن كيو على الطابور بدخلهن على الطابور place all unvisited neighbors هي مش neighbors children of A on the queue. لو قلنا neighbors مش مشكلة بس إنه children B G C دخلتن على Q والA صارت visited. الخطوة اللي وراها مين راح أطلع راح أعمل DQ لمين اللي بأول الطابور اللي هي B راح تصير كمان visited وبعدين أبناء B أو النايبرز حسب السلايدات اللي هن نفس الchildren D و F راح أضيفن على آخر الخطوة اللي وراه B اللي هي برأس الطابور عملت لها DQ بعدين ضل G و C وضفت أبناء B D و F على ال Q وبي عملت لها مارك انها فيزيتد لحد الان A و B. الخطوه اللي وراها شو راح يكون؟ الدور لمين؟ الدور للي باول الجي الجي قلنا اللي باول الطابور راح يعمل لها دي كيو ويأشر انها فيزيتد وابناء جي اللي هن ان راح تنضاف على اخر الجي طلعها عمل لها دي كيو وعمل مارك انها فيزيتد بعدين ابنها اللي هو ان ضافه على كيو. الخطوه اللي وراها دور مين؟ اللي براس الطابور واللي هو سي السي راح يعمل لها دي كيو ويأشر انها فيزيتد وابناء سي اللي هو اتش راح يضيفه على اخر الكيو راح تطلع سي عمل لها دي كيو واشر انها فيزيتد بعدين ابنها اللي هو اتش ضافه على اخر
الطابور. بعد سي الدور لمين؟ للي براس الطابور اللي هو دي. دي رح يطلعوا من الطابور، يظل الطابور اف ان اتش، وابن دي يضيفه على اخر الكيو، ودي اشر انها فيزيتد. وهاي الخطوات عملت لكم اياهن داخل جدول. رجعنا على الاكزامبل هذا. الاكزامبل هذا لو قلنا الان اوردر، الان اوردر الان شو قلنا؟ ليفت روت رايت. لو سالنا ليفت روت رايت، طب هذا روت اعمل له زياره؟ لا، قلنا بدنا نروح على الليفت بالاول. الليفت كمان قلنا بدنا نعتبرها سب تري، سب تري هذا روت. الروت بالاول لا، قلنا الليفت اربعه. طب اربعه خلص ملهاش ليفت، اذا اربعه اثنين خمسه واحد. رحنا على اليمين، اليمين كمان بدي اطبق عليه ستة ثلاثة سبعة. هاي الان اوردر. طيب البري اوردر، البري هو البري روت روت رايت. قلنا البري والان والبوست هاي بالنسبة لمين؟ للروت، موقع الروت بالوسط او قبل او بعد. بري معناها قبل، يعني الروت قبل. واحد راح اعمل له فيزيتد، بعدين اروح على اليسار، اليسار كمان سب تري هذا روت. فيزيتد اثنين، بعدين أربعة خمسة، لاحظ واحد اثنين أربعة خمسة، بعدين بروح على اليمين ثلاثة ستة سبعة. شفتوا كيف؟ هاي البري أوردر. البوست أوردر، البوست شو معنى؟ ليفت رايت روت، الروت بعد. وإذا قلنا جنرال تشيلدرن بعدين الروت. طيب تشيلدرن يعني روح على اليسار، وهذا سب تري روح على اليسار. أربعة خمسة اثنين، شايفين؟ الأبناء بعدين children. أربعة خمسة اثنين. طب أزور الواحد؟ لا، الروت آخر شيء. بدي أروح على الابن اليمين، الابن اليمين كمان تطبق عليه recursive، نفس الإشي الأبناء بعدين الروت. ستة سبعة ثلاثة واحد. طبعا هذا هذا غلط. يعطيك العافية دكتورة. نعم دكتورة، أنا عندي امتحان نفس موعد امتحان المادة. أي ما امتحان؟ نعم أي امتحان؟ امتحان الدرس تركتر يوم الجمعة. يوم الجمعة عندي امتحان نفس الموعد بنفس الوقت، ليش بتتذكروا بعدين؟ يعني يوم كيف فتحت الإيميل؟ اليوم كيف فتحت الإيميل؟ طيب أي ساعة امتحانك؟ على الثنتين؟ على الثنتين ها. يوم الجمعة على الثنتين الامتحان. شو المادة؟ CIS. متى عينوا لك إياه؟ والله ماني ذاكر بالضبط مين. من الثنتين لأي ساعة امتحانكم؟ متأكد إنه ساعة كاملة أو نص ساعة؟ يعني الثلاث بكون ما عندكم شيء. لا الثلاثة لا. طيب بنعمل على الثلاث عادي. شكرا دكتورة. لاحظ البوست اوردر كأنها معمولة غلط. البوست اوردر شو قلنا؟ الروت آخر إشي، الشيلدرن بعدين الروت. رحنا أربعة خمسة اثنين، هيك رح تكون من اليسار لليمين. معمولة غلط هاي، هاي البوست اوردر انتبهوا انها غلط مش صح، هاي غلط. البوست اوردر كيف راح يكون؟ اكتبوها اللي انا بدي اقوله. هذول سلايدات الدكتوره اميره، مش عارف ليش مش منتبه بجوز على هاي. لاحظ كيف؟ أربعة خمسة بعدين الروت اثنين، أربعة خمسة اثنين. شو قلنا الخوارزمية اذا بتتذكروا البوست اوردر؟ اعمل للليفت واعمل للرايت بعدين فيزيت ذا روت. شكل الخوارزمية كانت ليفت ريكيرسيفلي واستدعي ريكيرسيف للرايت بعدين الروت. هذا البوست صح؟ اذا طب هذا استدعى له للليفت اول شيء. دكتوره هي حاله، هي حاله انه مبلش من الرايت، هي مش من الليفت. هي صح الحاله روت بس اللي حال يا 7 6 أيوه 3 5 لا ما هو ليفت الخوارزمية. اه بالضبط هو ليفت بس 4 5 2 بس بقول لك كيف هي حاله. بعدين 6 7 3 1 واحد إيه. بالضبط زي ما تعلمنا احنا، بدي اياكم زي ما تعلمنا.
بالضبط. طبعا الاكسبريشن 3 اللي تعلمناها اللي هي دكتوره فيك تصححيها على السلايد. اصلحها على السلايد. فيك تصححيها، اعملي ان انيبل. طيب خليني اصلحها. هيك ماخذيتها صوره، ماخذيتها صوره منين وحالينها غلط. صح. البريث اخر شيء 1 2 3 4 5 6 7 صح، كلهم صح ما عدا بوست اوردر ترافيرس. خلص انتوا عدلوها. وهاي الدبث، دبث شايفين قلت لكم دبث، بس الدبث مش مطلوبه منا. 1 2 4 5 3 6 7 انا بعرف الدبث. الدبث بستخدم فيه الستات داتا ستراكشر، بمشي depth 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 يعني من الروت للعمق الأول بعدين الثاني بعدين هيك. ال breadth لا بمشي level level. ال breadth بمشي بستخدم فيه ال Q عشان يطبق الفقرة. ال depth بستخدم فيه ال stack. رح تأخذوها بال AI إذا أخذتوا ال AI بتكونوا أخذتوها، وإذا ما أخذتوها. طيب ال expression tree اللي هي ال tree اللي فيها عمليات الحسابية جمع وطرح وضرب أخذناها وعلمتك كيف تعمل evaluation لل postfix expression. طيب خلينا هسا نروح على ال binary search tree. بدي أروح على موضوع مهم اللي هو ال binary search tree. هاي ال post order شايفين أول شيء لل left، بستدعي ال post order لل left، البوست اوردر للرايت بس هذا مكتوب بلغه السي، بعدين فيزيت تي، تي اللي هو الروت، البو للليفت، بعدين للرايت بستدعي الكيرسيفلي، بعدين بعمل زياره للروت. لو قلت لك طبق لي اياها هون شو راح تكون البوست اوردر؟ بدي اروح على اليسار، اليسار سب تري، الروت لا، اول شيء اليسار هذا روت لا، الليفت والرايت بعدين الروت جي اتش دي، بعدين بدي اروح على اليمين، اليمين البي رحت على اي، اي كمان إلها اي لاحظ، بعدين اي بعدين بي، بعدين بدي اروح على اليمين، اليمين هذا روت، بدي اروح على يساره. انتبه هذا ما لهوش يسار بس لازم تشدرن بعدين الروت جي اف سي اي. نشوف هسا على الباينري سيرش تري، موضوع كثير مهم ولازم نعرف الباينري سيرش تري. الباينري سيرش تري هي تري ثنائية، يعني كحد أقصى بيكون إلها تو تشيلدرن. بنفس الوقت اسمها سيرش تري لأنها بتسهل، مبنية بحيث أسهل عملية البحث. ليش اسمها باينري سيرش تري؟ هي تري مبنية بحيث تسهل علينا عمليات البحث. طب كيف تسهل علينا عمليات البحث؟ نشوف كيف بتنبنى، شوف كيف بتنبنى، ومن طريقة بنائها بتعرف إنها هي منظمة بطريقة لو بدي أبحث عن قيمة إن تكون عملية البحث سهلة. لاحظ شو تعريف الباينري سيرش تري: stores keys in the nodes in a way so that searching, insertion and deletion can be done efficiently. بحكي لنا بتخزن القيم بالنودز بطريقة تسهل عمليات البحث والإضافة والحذف، إني أعملهن بطريقة efficiently. efficiently يعني بكفاءة. نشوف خصائص الباينري سيرش تري. باينري سيرش تريز is a binary tree، هي تري باينري يعني كحد أقصى لكل نود في two children with the following properties. بس إلها خصائص. شو الخصائص؟ بحكي لنا all keys in the left subtree are less than the root. لاحظ شو خصائصها؟ كل الكيس، كل القيم يعني كل الاليمنتس، احنا سميناهن اليمنتس عندنا بالنودات، كنا نسمي اليمنت جزء اليمنت وجزء، لو قلت لك كي، لو قلنا اليمنت، لو قلنا داتا، لو قلنا انفورميشن، نفس المعنى. All keys in the left subtree are less than the root. كل اليسار لازم يكون اقل من الروت، وكل اليمين لازم يكون ايش؟ اكبر من الروت. عرفنا؟ all keys طبعا كل سب تري ليفت كمان بدي اروح عليه سب تري، يعني هاي خمسه
اليسارها لازم يكون أقل منها، وإذا في قيمة على اليمين لازم تكون أعلى منها. روحت هاي الثلاثين، ثلاثين هي أصلاً أكبر من الروت العشرة، كمان هاي سب تري اللي على يسارها لازم يكون أقل، واللي على يمينها لازم يكون إيش؟ أكبر. All keys in the left sub tree are less than the root. All keys in the right sub tree are greater or equal to the root. يعني لو تساوى اللي على اليمين، اليمين لازم يكون أكبر أو يساوي، يعني لو ساوى يعني 30 30 بصير إذا تكررت القيم. اللي على اليمين أكبر أو يساوي، بس اليسار شو لازم يكون؟ أقل. اللي على اليسار لازم يكون أقل، اللي على اليمين أكبر أو يساوي الروت. Each subtree is itself a binary search tree. كل subtree يعني روحت على اليسار هي binary search tree، روحت على اليمين لو قسمتها عن الروت تعتبر binary search tree، لأنه recursive كل الشغل اشتغلناه recursive. طبعا هذا الكود كان مكتوب بلغة C بس أنا عدلته اللي زي ما تعلمته بالبايثون. binary search tree طبعا هذا بدل هاي حط لي ده كابيتال سمول مش مشكلة، هي الفكرة اسمه سيرش. باخذ X، X القيمة اللي بدي ابحث عنها، والT اللي هو بيمثل التري أو الروت أوف ذا تري. شو بيمثل التي؟ اللي هو مؤشر على الروت أو التري. التري ما احنا كيف برجع لها؟ عن طريق بدايتها، بدايتها وين؟ الروت. لاحظ X القيمة اللي بدي ابحث عنها بدي اعمل سيرش. احنا قلنا ليش بدي ابني التري بهاي الطريقة، وهسا رح نبنيها، رح نتعلم كيف نبنيها. أعطيك مجموعة قيم وأقول لك اعمل لي إياها باينري سيرش تري. الإكس القيمة اللي بدي أبحث عنها داخل التري، والتي اللي هي بداية التري اللي هي الروت أو اللي هي المهم من التري. إف تي إيكوال نان، إذا التي كانت هي نان، يعني نان يعني التري فاضي، في داعي أبحث عن إكس وأقول له ريتيرن نان، أو بعمل إم ريتيرن empty error، raise empty error إنه اللي إنه ذبحت بتري فاضية مثلاً. else if x أقل من t dot info، يعني t dot info الانفو اللي هو الإليمنت الجزء المعلومات، إذا كانت x أقل منه لازم ما دورش بكل تري، وين أروح أدور؟ لازم أروح أستدعي السيرش على left part إلها recursive. طبعاً ببعث القيمة x اللي بدي أبحث عنها مع t dot left. تي دوت ليفت يعني روح على الطرف اليسار لأنها أقل، وإحنا بنعرف من خصائص الباينري سيرش تري إنه اللي على اليسار بيكون أقل واللي على اليمين أكبر. طب القيمة اللي ببحث عنها ما هي أقل من الروت، بما إنها أقل من الروت في داعي أبحث عشوائي؟ لا، بروح على اليسار ريكيرسيف طبعا، واليسار نفس الإشي، فأجي بقارن مع الروت، هل هي نفسها؟ إذا نفسها برجحها، إذا مش نفسها، إذا مش نفسها بشوف هل هي أقل؟ أقل روح على اليسار، أكبر أو يساوي روح على اليمين، أكبر روح على اليمين. إذا لا أقل ولا أكبر يعني نفس الروت برجع تي، لاحظ سايتها رح يرجع تي. لاحظ في إكس أقل من تي دوت إنفو ريتيرن سيرش إكس بس على جزء اليسار. إلز إف إكس أكبر من تي دوت إنفو، إذا كان أكبر وين يروح؟ يستدعي السيرش لمين؟ على الجزء اليمين اللي هو إكس مع تي دوت رايت. طب إلس أي إذا مش أكبر ولا أقل بيكون هو نفسه نفس قيمة الروت، ساعتها رح أقول له رجع لي تي. شفنا كيف السيرش سهل؟ ليش قدرت أعمل سيرش بهاي الطريقة؟ ما اضطرتش أروح على كل النودات، لأنه التري هي باينري سيرش منظمة بطريقة توضحني إنه على يسار الروت بيكون أقل وعلى يمينه أكبر أو يساوي، على يمينه أكبر أو يساوي. لو التري باينري تري عادية بقدر أطبق السيرش بهذا المبدأ؟ لا، لازم أزور كل النودز عشان أتأكد إنه القيمة موجودة ولا لا داخل التري. لو كانت تري عادية باينري تري عادية بس هي باينري سيرش تري، طب شو التايم كومبلكسيتي رح يكون؟ بالتري العادية رح يكون all n. ليش all n؟ لأن أنا بدي أبحث بكل القيم. بالباينري سيرش تري بحكي لنا all h، ال H اللي هو الهايت، الحد الأقصى بيكون OH، OH اللي هو الهايت of the tree، وهذا منطقي لأن أنا ما بزورش كل النوت قاعد، بروح على الروت على اليسار، إذا أقل بروح على اليسار، إذا أكبر بروح على اليمين. طب اليسار نفسه برد بفحصه هل يساويه؟ إذا برجعه، إذا لا أقول أقل روح على اليسار، أعلى روح على اليمين.
قاعد بروح برانش واحد كحد أقصى ممكن أروح على height of the tree حد أقصى. هذا نتذكر إنه ال height of the tree بتراوح من log ال n للباينري تري لل n. إذا بتتذكروا الباينري تريز خصائص الباينري تري وخلنا خصائص البروبر باينري تري إذا بتتذكر إنه كان أقل قيمة للدبث أو ال height depth أو ال height كان أقل قيمة اللي هو log ال n أعلى قيمة all n. all n متى؟ لما تكون linear حكينا نود مرتبطة بنود مرتبطة بنود كلهم يكونن على نفس ال height نفس بيكون ال depth كله عدد النود n أو ال height. look ال n إذا كانت complete أو perfect نسميها perfect proper. ال perfect proper اللي هي complete كلهن بنفس ال level وكله كامل عدد النود بيكون ال height look ال n. طب نشوف عملية الانسيرشن والديليشن للباينري سيرش تري. الانسيرشن لو عندي باينري سيرش تري وجيت بدي اضيف نود جديدة على هاي الباينري سيرش تري شو اعمل؟ عندنا نود مثلا هاي بدي اضيف ال 13 بدي اعمل اضافة لل 13 نوريكم كيف بدي اضيف هذا الفانكشن انسيرت اضيف القيمه x على تري اللي بتبلش من الروت تي اتفقنا x بدي اضيفها بنود معينه على التري اللي بتبلش من تي بحكي اذا تي نان شو اعمل انشئ نود جديده بقيمه x وخلي الباقي القيم الليفت والرايت الها نان لانها راح تكون نود وحيده إذا كانت التري أصلاً نن بدي أضيف نود فيها قيمة معينة رح تكون هي النود الوحيدة اللي فيها قيمة X والليفت والرايت إلها نن بيأشر عليها مين الريفرنس إلها اللي هو T بصير هي الروت أوف ذا تري. إذا كانت مش نن يعني مش نن يعني التري فيها نودات كيف أضيفها وين أضيفها وين أضيفها خلينا نشوف وين نضيفها وأنا قاعد لأني حركت جزء من الكود وانا اضيفه باجي بقول هل x اقل من t dot element باجي على الروت x 13 اقل من 12 اذا اقل من 12 وين بضيفه على اليسار اذا اكبر من 12 وين بضيفه على اليمين بدي استدعي الانسيرت اذا كانت اقل بستدعي الانسيرت لx على t dot left بستدعي الفانكشن نفسه ريكيرسيفلي انسيرت لاكس نفسه بس على اي جزء بدي اروح اضيفه تي دوت ليفت اذا لا اذا كانت اكبر اللي هي الحاله لا شو يعني لا يعني القيمه اكس اللي بدها تنضاف اكبر من الاليمنت الموجود بالروت وين اروح اضيفه انسيرت اكس على تي دوت رايت هذا اللي صار معنا 13 قارنه مع هل هي اقل من التي دوت اليمنت لا مش اقل أكبر رح يروح استدعي الانسيرت للتي دوت رايت رح يروح على الرايت ريكيرسيف طبعا ريكيرسيف يعني مش دخلها على اليمين هاي سب تري اللي لها التي دوت رايت بدايتها رح يستدعي هل اكس أقل من 18 13 أقل من 18 وين رح يروح استدعي الانسيرت على اليسار اليسار كمان في 15 و 17 هاي الروت 15 هل ال 13 أقل من 15؟ وين دخلها؟ دخلها على الطرف اليسار تدعيها للإكس دوت ليفت الإكس دوت ليفت شو هي؟ نن بما إنها نن راح ينشئ نود بما إنها نن الليفت انسيرت إكس تي دوت ليفت رجع هل تي إيكوال إيكوال نن؟ هيها نن بما إنه نن انشئ نود وخلي التي أشر عليها اللي هو الليفت بربطها مع الليفت اوف ذا تري شفنا كيف؟ طب بدي اعمل انسيرت للتسعة منين راح ابلش على هاي الدية. هون الروت 15 هل التسعة اقل من 15؟ هل هي نان اول شيء التري عشان ينشئ نود ويضيفه؟ لا وصلت لمرحلة النقطة انه نان لا اذا 15 روح على اليسار تدعي الانسيرت للطرف اليسار اكس بدي اضيفه على تي دوت ليفت التي دوت ليفت هذا البار كمان سب تري هذا الروت فيه 6 9 اقل من 6 فولس
فولس وين نروح؟ على اليسار ولا على اليمين؟ 9 أكبر نروح على اليمين. راح على اليمين هذا السب 3 رايت تي دوت رايت. التي دوت رايت راح يصير هو التي. طيب 9 أكبر من 7؟ وين نروح؟ على اليسار ولا على اليمين؟ على اليمين. اليمين لقيت 13. 9 أكبر من 13؟ لا. وين ضيفه؟ روح على اليسار. طب اليسار نن. اليسار نن. انشئ نوت عبي فيها قيمة X وخلي فيها الليفت والرايت نن واربطها مع تي اللي هي 13 راح تكون. شفنا كيف اضفنا؟ شفنا كيف عملنا عملية الإضافة؟ وضحت الفكرة؟ طيب binary search tree insertion add the following values one at a time to an initially empty binary search tree. كم واحد؟ واحد. ونحن الرسم هون مش بسهل، مش سهل نرسم. لاحظ التسعين هاي أول قيمة رح تكون الروت، ارسمها التسعين. هاي بدي أحكي أنا وانت ارسم معي، أنا بدي أحكي وانت ارسم. التسعين شو رح تكون؟ لأنه بعدها فاضية بدي أدخلها، يستدعي. وين رح تكون التسعين؟ وين رح تكون؟ وين رح تكون؟ التسعين رح تكون الروت. طب ناخذ العشرين. العشرين أقل من التسعين. وين أحطها؟ حطها يسار. يسار. يسار الروت. يعني لحد الآن عندك النوت 90 والعشرين على يسارها. طب التسعة صار عندي لحد الآن بالتري 90 ويسارها 20. يسار. أخذت التسعة. طب التسعة هسا ببلش من الروت. هل هي أكبر من التسعين؟ لا. أقل. روح على اليسار. طب راح على اليسار 20. 20 أقل ولا أكبر؟ أقل. إذا وين حطها؟ حطها على يسار العشرين التسعة. طب الثمانية وتسعين منين بدي أبلش؟ ببلش من الروت. دائما إحنا بنبلش من الروت، كل قيمة بدي أضيفها ببلش من الروت. أكبر من التسعين، أكبر من الروت، وين أحطها؟ حطها على يمين التسعين. وين بتحطها؟ على يمين التسعين. 98 بتصير على اليمين. طب العشرة منين ببلش؟ ببلش من الروت اللي هو 90. هل هي أكبر؟ لا، أقل. إذا دروا على اليسار. رحت على اليسار العشرين. طب العشرين العشرة شو مالها؟ أقل منه. بما أنه أقل بدي أروح على اليسار، يسار العشرين اللي هي التسعة. طب التسعة العشرة أقل منها حطها على يسارها؟ لا، أكبر. إذا بتحط العشرة على يمين التسعة. لحد الآن شو صار عندنا؟ تسعين، يسار عشرين ويمين 98. بعدين العشرين إلها يسار تسعة، ليفت تشايلد تسعة للعشرين، والتسعة رايت تشايلد إلها عشرة. لحد الآن رسمتوا هذا الرسم؟ طيب هسا نأخذ الثمانية وعشرين. الثمانية وعشرين ببلش من الروت، هل هو أكبر من التسعين؟ لا. إذا ندروا على اليسار، على يسار التسعين اللي هو الروت عشرين، النود اللي فيها قيمة عشرين. طب الثمانية وعشرين أقل من العشرين تروح على يسارها؟ لا، أكبر. إذا وين راح تنحط الثمانية وعشرين؟ على يمين العشرين. وين حطها؟ حطها على يمين العشرين. طلع لنا السالب 25. أبلش الروت 90 أقل روح على اليسار، 20 أقل روح على اليسار. شو يسار العشرين؟ اللي هو التسعة. طب أقل من التسعة وين بحطها؟ يسار التسعة. وين بحطها؟ يسار التسعة. بتصير التري، التري اللي نجت انت مش شايفة بس بحكي لك انت. اسمع معي، في روت 90، ليفت تشايلد للروت 20، ورايت تشايلد 98. هسا الليفت تشايلد اللي هو العشرين إله ليفت 9 ورايت 28، والتسعة إلها ليفت سالب 25 ورايت 10. رسمته هيك؟ طبعا مش موجودة لأنها في السلايد. نشوف عملية دكتورة. نعم، هسا في علينا محاضرة ثانية. محاضرتكم أي ساعة؟ 12:30. 12 وإيش؟ وثلث. وثلث بعد ربع ساعة. يا ريت يا دكتورة تنزلين هذول السلايدات على الإليرنينج. طيب إن شاء الله. أنا نزلت لكم سلايدات الدكتورة أميرة. طيب بنزلها. الديليشن، إذا بدي أحذف من باينري سيرش تري، عشان إحنا بدنا نكمل اليوم التري، المرة الجاية الجراف بدنا نكمل، لأنه محاضرات بدنا نكملها، بدناش نضل نعطي محاضرات.
الديليشن بيحكي لنا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إنه إذا بدك تحذف نود من باينري تري وتكون باينري سيرش تري وتكون ليف، إذا كانت ليف سهلة بحذفها مباشرة، تعملش شيء بس تحذفها وتعملش أي شيء ثاني. إذا كانت إلها one child شو بتعمل؟ adjust a pointer from the parent to bypass that node. بتعمل البيرنت إلها بدل ما هي، هسا بوريكم كيف one child. لاحظ إذا كانت ليف تحذفها مباشرة. إذا كانت مثلاً بتحذف الاثنين بخلي الخمسة left child إله الثلاث وخلص الموضوع. يعني الثلاث كأنها حلت مكان الاثنين، بخلي البوينتر للبيرنت لهاي النود اللي لها one child بحكي لنا باي باس. شو يعني باي باس؟ تتجاوز هاي الاثنين لأني بدي احذفها وتروح على child إلها، بتصير الخمسة اليسارها مين ثلاث، بتكون الاثنين شو مالها انحذفت. هذا اللي حكى لي إياه adjust a pointer from the parent to bypass pass that node. البوينتر من البيرنت خليه يتجاوز هاي النود اللي بدك تحذفها وخليه ينزل على النود اللي تحتيها. شفنا كيف؟ طب الحالة الثالثة إنه هاي الحالة الأصعب، الكيس الثالثة إنه النود has two children. النود اللي بدي احذفها طبعاً إحنا بالكتاب كان معطينا إنه error، ممنوع أحذف two children. بالباينري سيرش تري بحذف، بس كيف؟ لازم إلها قواعد. شو قواعدها؟ the node has two children. أول شيء شو بحكي لنا؟ replace the key of that node. الكي المقصود فيه element أو data. replace the key of that node with the minimum element at the right subtree. شو أول خطوة إذا إلها two children؟ أي بس إذا إلها two children. إذا إلها إذا ليف سهلة بحذفها وبعملش شيء. إذا إلها one child بخلي البيرنت يأشر على child إلها وخلص، بتكون هي انحذفت. إذا إلها two children شو بعمل؟ أول خطوة شو بعمل؟ replace the key of that node with the minimum element at the right subtree. بدور على المينيمم إليمنت من الرايت، من اليمين مش من اليسار، وبحطه مكان النود اللي بدي احذفها. شو بعمل؟ بدور على أقل قيمة بالطرف اليمين لهذا النود وبحطه مكانها. هاي أول خطوة، أقل قيمة بأي طرف؟ بالطرف اليمين، مش للتري كلها، للنود نفسها اللي بدي احذفها. النود نفسها ده لها طرف يمين، بروح بدور على أقل نود، أكيد إلها لأنه لها two children، إذا إلها left to right، بروح بدور على أقل قيمة بالطرف اليمين وبحطها مكان النود. فهاي أول خطوة. الخطوة الثانية بحذف المينيمم إليمنت. بعدين شو بعمل؟ بحذف المينيمم إليمنت has either no child or المينيمم إليمنت، بعمل له عملية حذف. بس لو أنا أجي أحذف المينيمم إليمنت كمان لازم أتأكد إنه إما إله no child بيكون leave بنحذف مباشرة، or only one child أو إلو child واحد، because if it has a left child that left child would be smaller and would have been chosen, so invoke case one or two. وبالتالي عملية الحذف رح تصير سهلة. هي أعطاني حذف سالب أربعة، سالب أربعة بحذف بليف، هاي ملهاش لا left child ولا right child، بحذف وخلص الموضوع. وبتظل تري على باقي شكلها، لا تحط الثلاث اليسار، بتظلها يمين. طيب هاي ليف، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية بدي أحذف النود 18. طب النود 18 إلها كم child؟ إلها اثنين right to left to right، إلها بس one child، سواء كان left أو right إلها بس one child. بما إنها إلها بس one child شو بعمل؟ بخلي الخمسة البيرنت لل 18 اللي هو الخمسة يصير child إله 21. شفتوا شو؟ الخمسة بخلي يصير child إله 21 وال 18 بتكون انحذفت. شفنا شو صارت التري؟ 5 2 21 ال 18 لغيتها، خليت محل محلها ال 21. هاي اذا لها one child كمان سهله. ال 12 هاي لها two children. two children لا بدي امشي، قلنا شو two children؟ الصعب بال two children. two children شو اعمل؟ قال لي الطرف اليمين مش الطرف اليسار، الطرف اليمين، روح دور على اقل قيمه اللي هي وشو راح تكون؟ 19. هاي المينيمم بالطرف اليمين. طب لقيت المينيمم بالطرف اليمين، شو أعمل؟ حط قيمته مكان قيمة النود، مش استبدأ يعني قيمة المينيمم، حطه مكان النود اللي انت بدك تحذفها، مكان قيمة النود اللي بدك تحذفها اللي هي بدل 12 19. بعدين احذف المينيمم. هاي حذفنا المينيمم 19 انحذفت وصارت التريب. هاي شو عملنا؟ دورنا على المينيمم بالرايت.
بعد ما دورت على المينيمم بالرايت شو أعمل؟ قيمة المينيمم حطها مكان قيمة النود المراد حذف، فبدل 12 صارت 19، بدل 12 شو صارت قيمتها؟ 19. بعدين احذف المينيمم اللي لقيتها اللي هي 19 احذفها، خلاص بتصير التري فيها كل النودات ما عدا النود اللي كنت بدي احذفها اللي هي 12. فهمنا؟ طبعا الهيب باينري هيب في موضوع ثاني غير باينري سيرش تري، باينري هيب بس مناش اياه. هاي المواضيع اللي فهمنا الفكرة، فهمنا الفكرة يا شباب. خلينا نشوف مين ضاف، سجلت 11 طالب، ظل كمان طالبين، عبد العزيز، أحمد القرآن، مين؟ إيمان. إيمان إيش؟ أنا سجلت إيمان بس إيمان إيش؟ إيمان أحمد. إيمان شرادية. محمد خمايسة سجلته، لا مسجلت خشاشة بس مش مسجلت خمايسة. يعني هاي انتو طلبتوا انها تكونوا بوقت المحاضرة، حاضر 13 طالب من 39 يعني ثلث الطلاب. انا قاعد بشرح للهواء، ما شاء الله عليكم شاطرين كثير. اوس، روان، سمية، سمية بعود سجلتها. مين كان موجود وطلع؟ سابت ده القسمه عبد الرحمن اليوانسة، محمد خشاش، محمد ملاح. محمد ملاح موجود اسمه، يعني مش عارف اهتمامكم بهالمادة. مها حطاب موجودة. خلاص يعطيكم العافية، يعطيكم العافية. راح عافيك دكتور، تعمل اند ميتنج، عندكم محاضرة هسه وعليها. الله يعطيك العافية دكتور، الله يعافيك.